الأول؟ حاضر حاضر، أنا هسجل محاضرة. حاضر، عينيا ليكوا تحت أمركم. أنا دلوقتي حاليا ميرسي هما يا ميرسي بيكلموني عمال أسجل محاضرة. ميرسي يا في حد تاني كده ناقص ولا حاجة ولا إيه؟ هو أكيد لو في حد ناقص مش هيرد عليا صح؟ ماشي، معلش كده أنا هفتح الكاميرا ونقول ألو. كان شايفني كويس يا جماعه صح؟ تمام. بص انا معلش المره اللي فاتت معلش اكلمكم فيديو، بس اللي انا عايز اقوله لكم المره دي ان المحاضره دي محاضره كويسه قوي. احنا هنتكلم فيها عن معادلتين بالظبط. المعادلتين دولت بيتركب جواهم معادلات كتير قوي، فاهمين؟ يعني اللي احنا متعودين عليه مثلا المعادله بتبقى ايه، مثلا صم اللي هي اجمع، مثلا كاونت ايه اللي انت تعد تعد الاشياء، يعني تعد اذا كانت ارقام او اسامي. انتوا معايا صح؟ يعني انتوا مراجعين الحاجات القديمه ولا مع الاسف؟ لا ما مع تمام. الاسف؟ لا انا حاسس على الاسف. مع حضرتك. ماشي، بصوا كاونت ايه، سم، مالتبلاي اللي هي ديفايدد، الكلام ده كله دي بتبقى معادله واحده. يعني انت بتقول اجمع لي الشويه دول بس. المعادلات اللي جايه دي معادلات هتبقى بسيطه ومركبه، يعني ممكن تدخلي شويه معادلات جوه المعادله دي. فاهمين؟ فاهمين قصدي؟ فاهمين صح؟ تمام. انا بس قلت لكم بس الحته دي، المعادله دي ان شاء الله، قصدي الفيديو ده هيبقى كويس قوي وهيفهمكم معادلتين من اشهر واقوى المعادلات اللي انتوا عرفتوها، هتفتح معاكم يعني باب كبير قوي في عالم الاكسل وعالم المعادلات. خلاص انا هقفل بقى الكاميرا اهو ونقول اهو، ونفتح الاكسل ونقول الو. ثانيه بقى كده، نفتح قصدي زوم، ونعمل شير سكرين، ونعمل ادفانس وبورشن، ونقول الو. كان شايفين كويس صح كده؟ تمام مع حضرتك. ماشي حاضر، ثواني بس اهو. ثواني حاضر. مش كنت بس بظبط الواي فاي عشان بقى ايه، تبقى الدنيا تبقى يعني تبقى ان شاء الله سالكه. بصوا بقى يا جماعه، شايفين بيانات الموظفين دولت؟ الموظف ده اسمه مؤمن، شادي، أسامة، جلال، الكلام ده كله، تمام؟ دي شوية موظفين دولت جمعهم كام؟ أعدادهم 7 أشخاص، صح كده؟ دي بقى بيانات الموظفين كلها، في سعيد، في حسين، في سيد، في جمال، دولت موظفين كتار أوي، دولت عددهم 19 واحد. إحنا عايزين من ال 19 واحد دولت عايزين السبع موظفين دولت، فاهمين قصدي؟ ألو؟ تمام. بصوا يا جماعة، المعادله دي انا على طول بقول عليها ان هي معادله ابره في كوم قش. يعني تخيلي مثلا ده مش 19 مثلا واحد، تخيل لو انتوا عندكم 1000 بني ادم وانتوا عايزين تطلعوا بيانات 100 بني ادم، هتعملوا ايه؟ يعني حد كده عنده اقتراح ولا لا؟ هو في داله اسمها فيلوكر. كويس كويس، ده اللي انا هتكلم فيه النهارده. حد تاني عنده اي اقتراح مانيوال تاني غير المعادله دي؟ لا صعب تنفيذها مع العدد صح؟ الكبير بتاع الموظفين. تمام، يعني انتوا معايا، انتوا يعني في حد جوه صح؟ موجودين موجودين، شايفين حضرتك، شايفينك. تمام تمام، اصل انا حسيت ان في سكوت كده. تمام، فاللي انا عايز اقوله ان في مثلا وليكن بقول لك لو انتوا مثلا عندكم 1000 بني ادم وانتوا عايزين تطلعوا مثلا مرتبات حوالي 100 بني ادم، فهتعملوا ايه؟ هي دي اللي انا جاي اتكلم فيها. دي مثلا نفترض مين اللي كان يعني مثلا انا في كان في واحد زميلي بيقول لي ان انا كنت شغال في محل بتاع اللي هي ادوات صحيه، عارفين اللي هي ايه، المواسير بتاعه السباكه والكلام ده، بس على سكيل كبير، يعني على في المخازن بتاعه، مخازن السبتيه والكلام ده، اللي هي العمالقه دي اللي هي مخزن طويل عريض كده. تمام، فكان مثلا لو انا عايز مثلا يعني مثلا ايه، احنا بعنا كام منتج
او مثلا بعنا قد ايه، مثلا انا عايز مثلا اجيب بيانات 20 منتج، عايز اعرف اسعارهم قد ايه في خلال الشهر اللي فات. فطبعا كان بيمسك منتج منتج ويقعد يدور عليه في الدفاتر، او يجيب السعر بتاعه ويجيب السعر بتاعه. فاهمين قصدي الشلل ده؟ ياخد مدة كبيرة لغاية ما يدور على اللي هو عايزه. بالظبط بالظبط بالظبط. فده الموضوع ده كان يعني كان خنيق جدا. بس فانا بقول لكم ان الموضوع ده في الفي لوكاب او المعادلة اللي انا هتكلم عليها دي، ده اختراع بجد والله. هتشوفوها دلوقتي. تمام. بصوا يا جماعة، دي بيانات الموظفين بتوعنا. تمام. دي بيانات الموظفين بتوعنا، خلاص، حوالي 19 بني ادم. فانا عايز اطلع 7 بني ادمين. فكان مثلا الطبيعي بتاعنا اللي انت ممكن مثلا تاخد دي كوبي، او يعني مثلا تدوس عليها كنترول سي وتيجي هنا كده وتروح دايس كنترول اف وتيجي تحط الرقم ده كنترول في وتروح دايس فايند. فايند اهو راح مطلع لك مؤمن اهو، مؤمن والمسمى الوظيفي معرفش اذن معرفش او اذن حاجه زي اذن، صح؟ اذن مش اذن اكيد يعني، اذن. والراتب الموظف اهو والرقم الموبايل اهو. تمام كده. فاحنا بقى عايزين بقى الحاجه دي اوتوماتيك. فهنعمل ايه احنا؟ ما تقولش انت يا يحيى، اي معادله بتبتدي في الاكسل بتبتدي ايه؟ بتبتدي بيساوي. بالظبط. لما ندوس يساوي كده وندوس كلمه في، في في اهي ال اسمها في لوك اب، فيرتيكال لوك اب. فيرتيكال يعني طولي. تمام. طولي طول كده، خلاص. هندوس عليها مرتين اهو. تمام. اللوك اب فاليو دي، بصوا يا جماعه اقروا المعادله الطويله دي. بصوا المعادله اهي، شايفينها صح كده؟ تمام. اللوك اب فاليو دي بيقول لك اللوك اب فاليو انت بتدور بايه. انا بقول له انا عايز ادور باسم مؤمن، صح كده؟ تمام. وبعد كده اروح دايس كوما، في كوما اهي بعد اللوك اب فاليو، اروح دايس كوما. هتلاقوا بعد كده اسمها تيبل اري. التيبل اري ده هتدور عليه فين؟ يعني بيقول لك انت هتدور عليه فين؟ هقول له في بيانات الموظفين. اروح جاي نازل كده بيانات الموظفين اهو، واروح واقف على اسم الموظف من فوق كده، واروح ساحب على لحد رقم الموبايل. فاهمين ولا لا يا جماعه؟ بيقول لي انت عايز تدور عليه فين؟ التيبل اري ده. اقول له انا عايز ادور عليه من هنا اهو، من اول اسم الموظف اهو لحد رقم الموبايل. تمام. بعد كده اروح دايس كوما تاني. بيقول لي بقى الكولوم اندكس نمبر ده اللي هو رقم العمود، انت عايز النتيجه انهي رقم عمود. هقول له رقم 1 2 3 4 اللي هو اللي هو احنا عايزين النتيجه بتاعت رقم الموبايل، صح ولا غلط يا جماعه؟ تمام. 4 المعادله اللي بتتكتب فوقها يا جماعه. وبعد كده نروح دايسين كوما تاني. يقول لي انت عايز النتيجه تقريبيه ولا اكزاكت، يعني بالظبط. اقول له انا عايز اكزاكت، اروح دايس عليها مرتين واروح قافل القوس واروح دايس انتر، او طلع لي رقم الموبايل بتاعه، واروح ساحب المعادله لتحت كده طلع لي ارقام الموبايلات. طب تعالوا نتاكد جلال ده مثلا، ناخد كده كوبي وندور في بيانات الموظفين وندوس كنترول اف وندوس كنترول في. اهو اهو جلال اهو رقمه اخره 697. طب تعالى نبص هنا كده، جلال رقمه اخره 697. اكيد في حد مش فاهم. نعملها تاني. انا متاكد اكيد في حد مش فاهم. بص يا جماعه، نبتدي من الاول كده. حد، انا عايز حد كده غير احمد يحيى، عشان الراجل ده بصراحه بيتعب معايا. هو كده كده هيسند معايا، يعني اللي هيقع هيسنده. مين معايا تاني؟ مع حضرتي. مع حضرتي، عشان اعرف بس الاسامي. حضرتي اللي هي اسماء. بص يا ستي، بص هنروح اول حاجه دايسين كلمه، انا معلش هنفتح بس، خليني بس فتح الكاميرا عشان بس انتوا تشوفوا، يعني انا هشرح لكم ازاي. هنروح دايسين يساوي وندوس دي في لوك اب اهي، وندوس عليها مرتين اهو. لو حد فتح الاكسل معايا هيشوفها، في لوك اب وندوس عليها مرتين. بيقول لي اهو، بصوا اللي بيقول لي ايه اللوك اب فاليو دي، انت عايز تدور عليها بايه، انت عايز تدور على ايه. اقول له انا عايز ادور بده، انا عايز ده اللي انا عايز ادور بيه الاسم. تمام. بتلاقي بعد اللوك اب فاليو دي في 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 كده كوما، هنروح دايسين كوما. هننقل على الشرط اللي بعديه، بيقول لي انت عايز تدور عليه فين. التيبل اري ده اللي هو انت عايز تدور عليه في انهي حته. تمام. هنروح جايين هنا، هنقول له انا عايز ادور عليها بيانات الموظفين. هنروح دايسين كده بيانات الموظفين، وهنروح بصوا بقى يا جماعه في الفي لوك اب، لما انتوا بتيجوا
لو انتوا بتيجوا تدوروا لازم اللي انتوا بتدوروا بيه يبقى في اول السطر، يبقى في اول الجدول. يعني مثلا ما ينفعش تبقى انتوا بتدوروا باسم الموظف ده وتيجوا تحددوا الجدول بالاول المسمى الوظيفي كده، مش هيطلع لك نتيجه. تقصد ان انا اجيب بالاسم يعني؟ لا مش بالاسم، بالحاجه اللي انت بتدوري بيها. يعني بدور رقم تليفون، رقم الموظف، ما احنا ممكن ندور برقم الموظف. يبقى ابتدي من الرقم. لازم تبتدي بالحاجه اللي انت بتدوري بيها في الجدول. يعني مثلا انت بتدوري برقم الموظف، يبقى لازم الجدول يبقى اوله رقم الموظف اوله، وتقفي على الاول ده كده وتروحي ساحبه لقدام، يعني ساحبه ناحيه اليمين او ناحيه الشمال. فاهمين قصدي انا ولا لا؟ نعيد تاني. بص يعني دلوقتي حضرتك احنا عايزين ندور بالحاجه المميزه للموظف اللي احنا عايزين ندور عليه. حضرتك في البدايه وقفت على الجدول كله، جبت اسامي الموظفين وارقام تليفوناتهم والكلام. تمام. هل في امكانيه ان انا اقف على الخانه بتاعه رقم تليفونه بس زي ما حضرتك كنت بتقول ده كده؟ هيتربط بايه رقم التليفون ده؟ مربوط بايه يعني؟ معلش المفروض، بص يا ستي، في عالم الاكسل او في عالم البرمجه عموما لازم حاجه تبقى مشتركه. معلش انا دلوقتي وقفت على الرقم الاسم الموظف، وجيت رحت راجعي هنا في بيانات الموظفين ورحت واقف على رقم الموبايل. طب هو هيعرف منين الرقم الموبايل ده بتاع اسم الموظف ده؟ يبقى انا لازم اجيب الجدول من البدايه اللي فيه اسامي الموظفين بكل البيانات بتاعتهم. لا ركزي معايا في اللي انا بقول. بصي لو انا جيت دلوقتي دورت بيه رقم الموظف، ركزي في اللي انا بقوله. بصي كده، لو انا جيت دلوقتي، انت معايا؟ سامعاني؟ سامع حضرتك معايا بس انا قفلت المايك بقى. لا لا ماشي مفيش مشكله. لو انا دلوقتي قلت ان انا عايز ادور رقم الموظف، لو انا دلوقتي قلت ان انا عايز ادور برقم الموبايل اللي رقم قصدي الموظف، تمام، هروح جاي هنا عند رقم الموبايل اللي انا عايز اطلع رقم موبايل الموظف، هروح دايس هنا يساوي وادوس كلمه في لوك اب واروح دايس عليها مرتين، اروح دايس كده مرتين وهدور برقم الموظف. ركزوا في اللي انا بقوله، برقم الموظف. وبعد كده ادوس كوما، هيقول لي انت عايز تدور عليه فين؟ هقول له انا عايز ادور عليه في بيانات الموظفين. ركزوا بقى في اللي انا هقوله. لو انا دلوقتي جيت عدلت، لو انا جيت قصدي يعني وقفت الجدول من اول هنا لحد رقم الموبايل، وبعد كده يقول لي انت عايز انهي نتيجه، اقول له رقم 4 وعايز انهي نتيجه صح ولا غلط يعني او تقريبيه، اقول لا انا عايز النتيجه بالظبط، واقفل الكوس هيطلع لي ان ايه. عارفين يعني ايه ان ايه؟ يعني المعادله غلط. عارفين ليه يا جماعه؟ لان انا ما حطيتش رقم الموظف في اول حاجه، انا اخترت اسم الموظف. معايا ولا مع الاسف؟ مع حضرتك. تمام. يعني ليه بقى لازم اللي انا ادور؟ اتفضلي. مين اللي بيتكلم؟ تقصد لما نيجي نعمل من اول رقم الموظف، صح كده؟ ولو بدور باسم الموظف يبقى ادور من اول اسم الموظف. من اول اسم الموظف، تمام. لازم يبقى اللي انت بتدوري بيه يبقى في الجدول ده اول حاجه تعلمي عليها. تمام معايا كده يا جماعه كلكم؟ تمام مع حضرتك. تمام. تعالوا بقى نبتدي بقى من كده من الاول. انا هدور، تحبوا ندور باسم الموظف ولا برقم الموظف؟ انا ما هو اللي هيقول لي هيبتدي معايا المعادله كلها. ندور باسم الموظف. تمام يلا بينا، هندوس كده يساوي، يبقى احنا ايوه يساوي في لوك اب. في لوك اب اهو. تمام عليها مرتين. نفتح قوس. هي بتفتح لوحدها قوس. اول معادله، اول تمام. شرط في المعادله، اول شرط في المعادله بيقول لك ايه؟ لوك اب فاليو. لوك اب فاليو دي اللي هي انت عايز القيمه اللي انت عايز تدور بيها. انت عايز تدور القيمه اللي انت بتدور عليها. مظبوط. اقول له انا عايز ادور باسم الموظف اللي هو اسمه مرام مؤمن ده. تمام. وبعد كده بعدين كوما بالظبط. بعدين هندور بالحاجه المميزه بتاعت مؤمن اللي هو رقم تليفونه. ايوه لان احنا عايزين رقم التليفون. ما انا تمام. اقول له انا عايز يعني المعادله الجايه هدور عليه بالمرتب. فاهمين قصدي؟ بالمرتب او بالفرع او كده. بالظبط جدع. ماشي. هيقول لي التيبل اري انت عايز تدور عليه فين؟ هقول له انا عايز ادور عليه في بيانات الموظفين. من اول امتى بقى؟ من اول فين لفين؟ من اول اسم. طالما انا بدات بالاسم يبقى من اول الاسامي ابتدي. بالظبط. يبقى بالظبط يبقى اقف كده على العمود بتاع الاسامي كله واسحب لحد رقم الموبايل. خلاص؟ تمام. تمام كده؟ تمام. يقول لي بقى بعد كده بعد ما ادوس كوما بيقول لي الكولوم اندكس نمبر ده، الكولوم دي يعني كلمه عمود. اندكس نمبر اللي هو رقم العمود. انت عايز انهي نتيجه بالظبط؟ هقول له انا عايز نتيجه رقم كام؟ من اول اسم الموظف. ادي 1 2 3 4.
انا عايز النتيجه اللي في العمود رقم 4 فاهمين ولا؟ ايوه مع حضرتك. تمام يعني خليكم معايا بس في اللقطه، هندوس 4 تمام وبعد كده ندوس كلمه ثانيه. هيقول لي انت عايز النتيجه تقريبيه ولا بالظبط؟ اقول له انا عايز بالظبط مش عايز تقريبيه. اروح دايس مرتين واروح دايس انتر على طول، طلع لي اللي بتاع المعادله تحت. ساحب المعادله لتحت كده طلع لي ايه النتائج كلها تتنفذ على باقي الموظفين. طب تعالى بقى نجيب الراتب الموظف، تعالى ناخد كده راتب الموظف ده كده ونحطه هنا كده. حد تاني غير اسماء يخش معايا؟ خش يا احمد يا حماي. تمام انا ايكوال في لوك اب في لوك اب بعد كده اسم الموظف. لا انا عايز ادور برقم الموظف معلش. تمام ماشي هنروح دايسين على رقم الموظف وبعدين الموظف. بعد كده التيبل اري نبحث عنه في ال بعد كده كوما كوما تمام وبعد كده نبحث عنه في الجدول الثاني بيانات بس من اول رقم الموظف. من اول فين؟ رقم الموظف جدع. من اول رقم الموظف لحد لحد الاخر. لحد الاخر مفيش مشكله ماشي ممكن نتيجة. بس ده يبقى الرقم رقم ال 1 2 3 4 جدع. 1 2 3 4 جدع صح 4 عشان عايزين الراتب المرتب او ممكن تمام. وبعد كده ندوس كوما بعد كده نروح دايسين فولس دي نختار على فولس عايزين نتيجه بالظبط ندوس عليها مرتين ندوس انتر طلع لي المرتب بتاعه واسحب المعادله لتحت. الله ينور. ايه رايكم يا جماعه؟ ممكن سؤال من فضلك؟ اتفضلي. هو دلوقتي احنا بندوس رقم 4 تمام؟ اللي هي الخانه يعني اللي انا عايزه احدد عليها ان انا هبتدي منين؟ هو انا ما ينفعش ان انا اكتب اسم الخليه من فوق؟ وضحي لي اكتر تاني كده. يعني مثلا رقم 4 بيمثل الخليه ايه؟ لا الكولوم بتاع لا 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 لا, لا. العمود العمود لا. لو انت لازم نختار رقم العمود رقم. هو بيقول لي كولوم اندكس نمبر. بص بص يا ستي هو ما بيقولش الخليه هو بيقول لي الكولوم نفسه. انت عايز كولوم بص اندكس نمبر اللي هو رقم رقم بيقول لي كده كولوم اندكس نمبر. كلمه اندكس نمبر دي يعني رقم فاهمه قصدي؟ ما ينفعش تمام لا وخدي بالك انا لو كتبت ايه مش هيقرا لي حاجه على فكره. بصي تعالي كده اوريها لك. بص يا ستي اهو كولوم اندكس نمبر احنا قلنا 4. طب لو قلنا اي مش مفيش حاجه اسمها اي اي المفروض اي الى اي بس الى اي دي اللي فين؟ هنروح كاين هنا في كولوم اندكس نمبر اهو نيجي عند الموظفين اهو ثواني نفتح بس المعادله اهي خلينا بس فاتحين المعادله ونيجي هنا ثواني نيجي المفروض ان بيانات الموظفين نعمل اي الى اي اللي هي دوست غلط دوست غلط ولا ايه؟ بصي لو جبت الاي دوت اي ما بيقرالوش حاجه لازم اكتب له رقم 4 هيقراها لي فاهمه؟ تمام بس يعني تمام لازم تكتبي كولوم اندكس نمبر. بص كولوم اندكس نمبر تقرا يعني لازم تكتبي رقم مش رقم او عمود لا بالظبط كده يا جماعه رقم العمود بالظبط. حد فاهم كده يا جماعه؟ حد فاهم كده حاجه في الفي لوك اب؟ تمام كده من بعيد كده ناديه صح؟ تمام زي الفل. تعالوا بقى نبتدي في حاجه تانية نقفل بقى الكاميرا كده واقول لك لا الموضوع هيبقى كبير قوي الموضوع اللي جاي ده. الله بص شايفين الجمال ده؟ نعم بص ده لسه مثال جايبه حي على فكره انا لسه منزله حالا يعني انا زيكم على فكره بتفاجئ فاهمينه؟ بصوا يا جماعه شايفيني صح؟ نزله هو الانترنت قطع بقى الانترنت مش كده شايفيني كويس؟ يعني كده انتوا الموضوع متابع معاكم ولا لا؟ تمام كده الانترنت جالكوا كده كويس صح كده؟ تمام. بصوا بقى يا جماعه اللي انا هعمله ده الموضوع ده جامد جدا خلاص كده؟ الو ايوه مع حضرتك معلش عشان بس انا معلش انا مش سامعكم ما كنتش سامعكم انا معلش انا اسف انتوا كده سامعيني كده كويس صح كده؟ بصوا بقى الموضوع ده جامد جدا جدا جدا
دلوقتي احنا سيبنا من الفي لوك اب، انتوا كده فهمتوا الفي لوك اب عامله ازاي صح ولا غلط؟ تمام كده. الفي لوك اب دي يا جماعه انا كان عندي مثال قديم كده، كانت واحده قريبتي كانت شغاله في شركه بتاعه، بس مش عندي المثال ده دلوقتي، كانوا شغاله في ان هي بتدخل داتا انتري بس لكارفور والهايبر وان والكلام ده كله تمام. فكان عندها بالاربع 5000 منتج، فاهمين قصدي؟ تمام. فجابوا لها، فراحت بقى شركه تانية المنتجات دي يا جماعه هي بتبقى في كل حته، يعني بيبقى بنفس الاسامي في كل حته، بيعملوها بالعربي وبالانجلش. ففي ناس جابوا لها 6000 منتج قالوا لها ترجميه من انجلش، من عربي قصدي الانجلش، فهي كان عندها المنتجات القديمه، فقالت لي محمد هل في معادله ان انا اجيب المنتجات القديمه بدل ما اخدها كوبي بيست؟ والفي لوك اب دي يا جماعه سهلت عليها شغل 5000 منتج. عارفين يعني ايه 5000 منتج؟ كانت ممكن تقعد في منتج تقعد تترجمه، فاهمين الشلل ده كان ممكن يوصل فين؟ ده كانت تقعد ايام، فاهمين؟ انتوا مش شايفين اي حاجه، كان الانترنت قطع خالص. الو الانترنت قطع. طب نوقف ده كده لحظه. بصوا يا جماعه تمام، في معادله تعالوا نقرا كده اللي هم طالبينه. على فكره يا جماعه صح، دي لو انتوا كويس سامعيني صح، الشيت اللي انتوا شايفينه قصادكم ده الشيت اللي بيحصل في الجامعه وفي المدارس وكل حاجه. على فكره ده فعلا، ده حقيقي، ده مش هزار، يعني ده التقديرات والحاجات دي كلها بتحصل زي ما انتوا شايفينها دلوقتي كده، بتتعمل على الاكسل. تمام صح كده. هتشوفوا دلوقتي ايه اللي بيحصل في الجامعه. لو في حد هنا في الجامعه ولا حد هنا بيدرس؟ لسه مخلص. كويس، يعني انت هتشوفي بقى نتيجه الكنترول هتتعمل ازاي دلوقتي قصادك. بصوا بقى يا جماعه، بيقول لك ايه المطلوب؟ احسب نتيجه كل طالب علما بانه يكون ناجح اذا كانت درجه اكبر من او يساوي 300، ويكون راسب اذا كان اقل من 30، اقل من 300. تمام تمام. تعالوا الاول نجمع النتائج كلها. نجمع يعني ايه يا جماعه؟ حد يخش معايا مع حضرتك. تمام. نجمع يعني ايه؟ نجمع يعني هنعمل يساوي، وبعد كده هندوس على ال 90، وبعد كده زائد. لا لا لا، وبعد كده 90 تاني. انا عارف النتيجه، انا عارف انت بتريد صح، بس احنا لا، احنا هندوس على يساوي، بعدين هندوس على الرقم الخليه اللي هي 1 سي. لا هنكتب صم الاول. ايوه، ما انا قصدي ان احنا هندوس على عربي 90 والرياضه 90 وكده، اللي هي الخليه. لا لا لا، في معادله اسمها صم. لحظه، صم الاول بس. صم، لا بس صم اهي. ما هي فين قلتها؟ بتاعت الجامعه. ما قلتهاش. لا ما سمعتهاش، قلتها في الاول والله. بس عليها مرتين اهو، وهنيجي نروح معلمين على كل ده اهو، ونروح داسين انتر كده. بقى جايب 550، ده كده 550، ونروح ساحبين المعادله لتحت كده شويه. تمام كده يا جماعه. هو بيقول لك اذا كان، احسب نتيجه كل طالب علما بانه يكون ناجح اذا كانت الدرجه اكبر من او يساوي 300، ويكون راسب اذا كان اقل من ذلك. يلا بينا النتيجه بقى، تعالوا بقى نشوف النتيجه. في معادله يا جماعه، بصوا اسمعوني كده، بصوا لي. تمام. في معادله اسمها اف، لو حد بيدرس انجليش او خدناها في المدرسه زمان، اسمها اف، اف الشرطين. بيقول لك ايه؟ لو عمل كذا اعمل كذا، طب لو ما عملش كذا اعمل كذا. ركزوا معايا، بصوا لي. يقول لك ايه؟ لو عمل كذا اعمل كذا، يعني لو محمد مشي في اخر الشارع خليه يخش شمال، طب لو مشي ما مشيش لاخر الشارع خليه يرجع لاخر الشارع، خليه يرجع قصدي لاول الشارع. فاهمين قصدي؟ يعني لو عمل كذا اعمل كذا، طب لو ما لقاش اعمل كذا. فاهمين ولا؟ يعني حضرتك لو الشرط اتحقق. ايوه صح بالظبط، لو الشرط اتحقق اعمل كذا، لو الشرط ما اتحققش اعمل كذا. جدع. تمام كده يا جماعه؟ تمام. نبتدي نتوقع. تمام.
ماشي نتوكل على الله. خلاص كده انتوا كده فاهميني الحته دي. انا هقفل بقى الكاميرا عشان بتقلل الانترنت شويه. خلاص بصوا بقى يا جماعه، هنقول بيساوي وهندوس على كلمه اف، دوس مرتين اهي اف اول واحده بس. خلاص بصوا هي ثلاث شروط اهي يا جماعه. خلاص سامعيني؟ سامعينك. بصوا يا جماعه بيقول لك ايه لو المجموع ده، ما مش بيقول لك علما بانه يكون اذا كانت الدرجه اكبر من او يساوي 300، فهنعمل ايه؟ هنقول له ايه لو الخليه دي اكبر من او تساوي 300، صح ولا غلط؟ اذا اه تمام. ايوه لو الشرط اتحقق ايه اللي هيحصل؟ اكتب قصادها هيكون ناجح. ناجح ناجح اهي. بصوا يا جماعه الكلام بيتحط ما بين كوتيشن، بيتحط ما بين اللي هي علامات التنسيق اللي فوق دي، تمام؟ وبعد كده ده كده لو الشرط اتحقق، يعني لو الشرط اكبر من او 300 كده الشرط اتحقق. طب لو ما اتحققش اذا اكتب راسب، دوس انتر ونسحب المعادله لتحت. هما اتنين بس الراسبين. ايوه عشان ده 296 جدع، وده اه 293. حلوه دي. حلوه حلوه دي. ايه رايكم يا جماعه؟ تمام. ده خدوا بالكم دي البسيطه، استنوا عشان الانترنت اللينك هيقطع دلوقتي. اول ما اللينك يقطع ارجعوا تاني خشوا على اللينك، نفس اللينك تاني. خلاص اوكي عشان تمام. اللينك هيقطع حالا، يعني فاضل اقل من دقيقه. خلاص فانا بقول لكم بقى ايه، دي اف البسيطه، دي ابسط حاجه خالص في قاعده اف، اللي هو لو الشرط اتحقق اعمل كذا، طب لو ما اتحققش اعمل كذا. خلاص كده انا مستني بصراحه. تمام انا بالظبط اهو اهو. نقفل دي بس كده الاول البتاع ده ونروح ايلين. الو بورشن ما خلصت اهو. بصوا يا جماعه فاحنا قلنا ايه، ان اول حاجه خالص سامعيني، ان اول حاجه في قاعده اف بيقول لك ايه، لو هو اكبر من 300 اكبر من او يساوي 300 اذا خليه ناجح، طب لو اصغر من اذا خليه راسب. خلاص كده يا جماعه تمام. تمام كده. التقدير بقى، بصوا بقى الدلع والحلاوه اللي احنا بنشوفها بقى دلوقتي. بيقول لك ايه بقى، هي امتياز يا جماعه بالزين ولا بالزال؟ هي بالزين. امتياز بالزين. بالزين بالزين بالزين. لا بالزين يا جماعه، بالزين كده. لا لا بالزين اللي شبه الري. ايوه بالزين. ايوه ايوه اللي عامله زي الري. ايوه ما انا قصدي كده، مش ما كانتش كده. ايوه بالزين. لا اه هي كانت غلط يعني. ايوه بالظبط. ما انا المشكله بقى دي اللي انت بتبقي لنا ايه ده، هو كان انجلش انجلش اهو. امتياز. بصوا بقى يا جماعه. ايوه تمام كده. بص التقدير امتياز اذا كان اكبر من او يساوي 550، ويكون جيد جدا اذا كان اكبر من او يساوي 450، ويكون جيد اذا كان اكبر من او يساوي 350، ويكون مقبول هو كله. لا اله الا الله. لا اله الا الله بجد. يا جماعه الموضوع كبير يا جماعه، مش سهل. بصوا بقى يا جماعه نروح فاتحين دي كده ونصها خالص على الاخر. خلاص احنا نجيب اول حاجه خالص من اول تحت لفوق. خلاص ويكون راسب اذا كان اقل من 300. خلاص يبقى نروح بقى. بصوا كده معلش انا افتح الكاميرا. ها معلش انا اسف. بس بصوا سامعني كده كويس؟ تمام مع حضرتك. اه بصوا يا جماعه الموضوع ده بقى يبقى حلو جدا بقى في المواضيع دي. بصوا بقى اهو نخلي دي كده على جنب. نو بيقول لي ايه بقى، بيقول لي يكون راسب اذا كان اقل من 300. هنروح دايسين يساوي كده وهنقول له اف لو ده اصغر من 300 اذا راسب. ما بين كوتيشن بالظبط. راسب نقفل الكوس. اه ركزوا بقى في اللي انا هقوله في اللقطه اللي جايه دي. بيقول لي ايه لو اللوجيك تيست ده اصغر، لو 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 المجموع اقل من 300 اذا هو راسب، صح كده؟ تمام. طب تمام. طب ولو بقى، ما احنا كذا بقى لو هتتفتح، مش لو ولو أو ولو يساوي او اكبر من 550 يبقى امتياز. لا لحظه احنا هنبتدي من تحت لفوق. خلاص تمام يبقى مقبول بعدين جيد. اه ولو اكبر من
ولو اصغر من قصدي 350. ركزي في اللي انا بقوله. بص مش هو كده كده اصغر من 300. معلش هفتح الكاميرا، انتوا شايفيني صح؟ انتوا كام تاني شايفيني يا انا؟ ايوه. مش هو بيقول لو هو اصغر من 300 اذا هو راسب صح كده؟ تمام. لو هو 300 يبقى هو كده مقبول. تمام. ولو هو 350 اذا هو جيد. ماشي. يبقى اللي اقل من 350 واكبر من 300 يبقى مقبول، صح ولا غلط؟ تمام. يبقى احنا قلنا ايه؟ الاصغر من 300 هو كده كده راسب، يبقى الاصغر من 350 يبقى مقبول، صح ولا غلط؟ تمام. صح. هو عايز ولا يا جماعه؟ لا انا بتكلم اصل المعادله، اصل الحاجات دي صعبه، مش بهزر. ما حضرتك انا عارف ان الحاجات دي معقده. انتوا معايا صح؟ انا معلش انا عارف ان... ايوه مع حضرتك. انا عارف ان الموضوع ده معقد على فكره، مش سهل، انا عارف ان هو معقد. خلاص استنوا بس لما يرجع الانترنت. انترنت كده كويس؟ اوكي. تمام. يبقى احنا قلنا ايه؟ اللي اصغر من 300 يبقى راسب، واللي اصغر من 350 اذا مقبول. يبقى لو ده اصغر من 350 350 مقبول، ما بين كوتيشن مقبول بالظبط. طب وبعد كده بقى، طب ولو هو لو هو بيقول لك ايه بقى؟ لو هو بيساوي 450 اذا جيد جدا. يبقى اللي اصغر من 450 واكبر من 350 اذا يبقى جيد. تمام. يبقى او اصغر من 450 يبقى جيد بالظبط. هي دي. لا اصغر من 450 يبقى جيد جدا. لا لا صح صح. يبقى ده انا اللي بتلخبط. معلش لحظه بقى كده عشان الموضوع بص يا جماعه عشان عمال اتوه انا كمان. بص لو هو اصغر من 350 يبقى لو اصغر من 450 يبقى جيد، صح كده بالظبط. يبقى ايه اهو؟ تمام. لو ده اصغر من 450 اذا ما بين كوتيشن جيد. تمام. طب وبعد كده لو اصغر من 550 اذا جيد جدا. بصوا انا متاكد وابصم بالعشره ان في حد مش فاهم. يبقى جيد جدا. انا متاكد ان في حد مش فاهم في اللي انا بحكيه ده دلوقتي. اللي مش فاهم يرفع ايده. الموضوع هو النت اصلا بيعلق. طب انتوا كده تمام؟ يعني انتوا كده شايفيني كويس ولا ايه؟ حضرتك غالبا لما بتفتح الكاميرا هي بتسحب النت. ما انا ماشي اهو، انا هقفلها الكاميرا. ماشي. بصوا يا جماعه كده كويسين؟ كده 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 انتوا سامعيني كويس؟ اه كده صوت مظبوط. بصوا يا جماعه، بصوا تعالوا نعيدها من الاول كده معلش عشان يعني، او بصوا استنوا كده الاخر وبعد كده نعملها الاول. بصوا يا جماعه بيقول لك ايه؟ لو اصغر من 300 اذا هو راسب، ولو اصغر من 350 اذا هو مقبول. يبقى اللي ما بين 350 بين 300 ل 350 هو مقبول، صح كده؟ وما بين 350 ل 450 هو جيد. جيد. ماشي. طب واللي ما بين 500 اذا كان بقى بيقول لك ايه بقى؟ لو ده اصغر من 550 اذا يبقى جيد جدا. جيد جدا. جيد جدا. غير كده بقى يبقى امتياز. امتياز اللي بيساوي 550 فاعلى. بس يبقى من غير ما اعمل اي حاجه، احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا لو اقل من 300 فهو راسب، ما اعرفش ايه 350، احنا حددنا كل حاجه، غير بقى ال 550، يعني الاعلى من 550 فهو امتياز، يبقى تكتب امتياز على طول، يبقى امتياز على طول، امتياز على طول، ونقعد بقى نقفل في اقواس اهو. لا استنى نقفل الاقواس كده. اهو لحظه. تعالوا بقى نسحب دي كده لتحت كده ونشوف ايه النتيجه صح ولا غلط. بصوا يا جماعه بيقول لك ده جايب 550، احنا قلنا ايه؟ اذا كان التقدير امتياز اذا كان اكبر من او بيساوي 550، ف550
فهو جايب كام؟ 550. هو جايب كام امتياز صح كده؟ طب 368. 368 دي تقع فين؟ 350 450 بيقول لك ويكون جيد اذا كان اكبر من او يساوي 350. هو جايب 368 فهو كده جايب جيد، لان الجيد جدا من فوق 450 صح ولا غلط؟ تمام. تمام. طب ده راسب عشان هو راسب كده كده اقل من 300. طب 377 اقل من 300. ايوه يبقى هو كده جيد صح كده. طب مقبول ده كام؟ 326. مقبول اكبر من 300 واصغر من 350 بالظبط، يبقى احنا كده عملناها صح. شايفين بقى المعادله قد ايه يا جماعه؟ بص المعادله قد ايه، ما شاء الله عليكم يعني. الو مع حضرتك. بصوا يا جماعه مع حضرتك ده مثال جديد، انا عايز بقى حد كده بقى طيب معايا يبتدي معايا من الاول. انا معاك اهو، خدوا كده مع حضرتك، خدوا نفس حضرتك. تمام. وقولوا لي نبتدي بايه، يعني كل واحد يسلم التاني. يعني قولوا لي مثلا انا هبتدي مثلا بكذا، وفي واحد تاني يقول لي انا هبتدي بكذا، تحبوا نبتدي بايه؟ طب مين طيب. اللي يساعدني، مين اللي يساعدني في جمع الحاجات دي؟ انا. تمام حضرتك. نعم انا هبتدي بالمنطق. ماشي. المجموع صم بيساوي، ايوه بيساوي صم، وبعد كده هنروح محددين على كل دولت. نروح بقى عند صم. هنروح من الاول عربي. تمام. لحد علوم بالظبط. ننزل نسحب المعادله لتحت اهي اهي كده بقت مثلا كام؟ 269 وهكذا. خلاص كده يا جماعه. تمام. ماشي. ناجح وراسب بيقول لي اقل من 60 راسب واعلى من 60 ناجح. مين اللي هيقول لي البتاع الجميله دي؟ هنقول يساوي، يساوي هندوس اف اف اهي. تمام. دلوقتي عايز الاقل من 60 ده كده راسب. الشرط الاولاني نقول ايه؟ لو الخليه دي، الخليه ايوه اقل، ايوه اقل من 60. 60 اذا ندوس كوما. بيقول لك لو الشرط الاولاني هنعمل ايه؟ كوتيشن. ايوه تبقى ايه؟ يبقى راسب لو هو اقل من 60. ماشي راسب. نقفل الكوتيشن ونقفل القوس ندوس انتر. نعمل كوما وبعد كده نعمل كوتيشن ونكتب ناجح. ناجح بالظبط. ناجح اهو. ناجح بالظبط. ونقفل الكوتيشن ونعمل كوتيشن تاني ونعمل نقفل القوس كده. ناجح ناجح ناجح. وندوس كده مرتين كله ناجح ما شاء الله. ما فيش حد اقل من 60. طب ما نخلي دي كده مثلا 60 كده ولا حاجه. الله. تمام. طب ما نخلي دي 50. هو بيقول لي بصوا يا جماعه صح، ركزوا كده. انتوا خدتوا بالكم انا عملت ايه؟ دوست 60. 60 جالي ناجح برضو. يبقى ما احنا قلنا القيب اقل من 60. انما لو يساوي 60 هيبقى ناجح. جدع صح. جدع حلوه دي. حلوه حلوه الجمله دي صح. احنا ممكن نخلي دي مثلا وليكن 55 مثلا يبقى راسب، ونخلي ده مثلا واحد يبقى 23 مثلا يبقى راسب. يعني احنا عايزين حد راسب في الموضوع، فاهمه قصدي؟ تعالوا بقى كده بقى ايه، نروح جايين بقى في الحاجه الكبيره دي. بصوا يا جماعه، بصوا احنا نحاول الموضوع ده هيبقى كبير قوي، فنحاول نظبط الدنيا قوي. بص بيقول لك ايه لو اكبر من، بصوا حتى المعادله اهي الحاجات اهي، يعني الراجل شارح لك اهو كمان. بيقول لك ايه لو اقل من 60 فهو كده، لو اكبر من 60 قصدي فهو مقبول. لو اكبر، لو هو، بصوا بقى ركزوا بقى في انا هفتح بس الكاميرا لحظه. بصوا يا جماعه ما بين، يعني بقول له ايه لو هو اصغر من 60 فهو راسب، راسب. واصغر من 70 يبقى هو كده ايه؟ مقبول. لان انا حطيت اصغر من 60 وبعد كده اصغر من 70، فهو ما بين 60 و70 يبقى هو كده مقبول. 70 قصدي مقبول. تمام. ننزل ننزل ننزل. فاهمين؟ ماشي. انا تمام. ماشي تمام تمام. بص احنا نبتدي كده بالاول، هنقول ايه بيساوي اف اهي. اف بسيطه خالص. اف اف اهي اول واحده خلاص. ونروح نقول له لو ده اصغر من، نبتدي باول حاجه خالص،
اصغر من 60 90 60 60 نبتدي اول حاجه. بص نبتدي اول حاجه باصغر حاجه خالص. ماشي 60. لو هو اقل من 60 اذا هو راسب. نحط الراسب دي كده. راسب اهي راسب اهو خلاص. نقفل الكوتيشن. 60 اذا ناخد اذا اذا راسب. طب لو لا هنعملها بقى بمعادله ثانيه. اف لو هو اقل من اقل من من ايه من 70 هنعمل. ايوه يبقى دي اقل من 70. اقل من 70 اقل من 70 جيد. لا مقبول. مقبول احنا قلنا ما بين 70 وال 60 مقبول. بصي بصي يا ناديه بصي يا ناديه بصي يا ناديه بصي اسمعي بصي اسمعي احنا بنعمل ايه. بصي اهو عشان بس نبتدي بس اوريها لك اهي دلوقتي اهي. بصي يا ستي احنا بنقول ايه. احنا بنقول ان اقل من 60 لا لحظه اقل من 60 فهو كده زيرو يعني يعني راسب. اللي اقل من 70 يبقى هو كده ما بين ال 60 وال 70 فاهمه. مقبول لو اقل من 60 فهو كده راسب. يبقى احنا كده واقفين عند ال 60. طب واللي اقل من 70 هو كده مقبول. هو ما بين ال 60 وال 70 فاهم قصدي. فهمت. واللي اقل من ال 80 هيبقى جيد. واللي اقل من ال 90 هيبقى جيد جدا. طب فوق ال 90 امتياز بقى. فاهمين قصدي. فهمت. نقفل الكاميرا. تمام تمام نبتدي بقى من الاول. خلاص بصوا يا جماعه هندوس يساوي اف اهي. هنبتدي بقى لو ده اصغر من 60 اذا راسب. تمام كومه. تمام لو لا كومه نعمل واحده ثانيه. بنعمل اف ثانيه. اف ثانيه اهي. خدي خليك انت اسمع لحظه. خش معايا خش معايا ثاني في اللقطه دي. ماشي اه احنا قلنا اقل من 60 فهو راسب. اقل من 60 فهو راسب. والاقل من 70 ايوه لو دي اصغر من 70 يبقى مقبول. صح. لو دي هنروح عاملين كده مقبول. مقبول تمام تمام. وبعد كده تمام كومه. أيوة. لو اف تاني اف تالت. اف تالت مش تاني. اف تالت لو اقل من 80. لا لا قولي لي. لا قولي لي لو الخليه دي يعني انا عايز حاجات تكنيكال. اه هي نفس الخليه اللي احنا واقفين عليها. ايوه لو دي اقل من 80 جيد جدا. لا ده جيد. كومه كومه وقولي كذا. اه يبقى كومه. ايوه بنتنصيص. ايوه جيد. ايوه جدعه ماشي جيد. بس جيد اهو نقفل التنصيص اهو. وبعد كده ايه تاني؟ والكومه. ايوه خليكي بقى كده ناديه لحظه بقى خشي معايا اسمعي في اللقطه. تمام تمام هنعمل اف. اف ثانيه اهي. ايوه نفتح قوس اهي هي بتتفتح لوحدها. ماشي لو الجي 2 اللي هي الخليه. ايوه لو اقل من 90. لو اقل من 90 هيبقى جيد جدا. لا قولي لي التكنيكال. لو اقل من 90 90 كوما كوتيشن. ايوه كوتيشن. ايوه جيد جدا. جيد جدا. وهنقفل الكوتيشن الثاني. ايوه كوما كوما نعمل اف عشان لا يعني اعتقد كده مش خلاص مش محتاجه. ممكن يعني ممتاز على كده خلاص. احنا حطينا كل المعادلات وبعد كده نروح ممتاز خلاص خلصت. ممتاز على طول بالظبط. نفتح كوتيشن نكتب كلمه ممتاز ونقفل الكوتيشن ونقفل. بص بقى لحظه بقى. بصوا احنا كده عملنا كام اف في الموضوع. بصوا احنا كده في كذا كوس مفتوح. ادي واحد مفتوح اتنين تلاته اربعه. يبقى نعمل واحد اهو. واحد اتنين تلاتة اربعة. فاهمين قصدي؟ اولا من الاخر من الاخر نقعد نقفل في الاقواس لحد ما هنا تسود الكوس ده يسود. ايوه بصوا هتلاقي في كوس هنا اتقفل اهو. بصوا ركزوا كده في الحتة اللي انا هعملها دلوقتي. اقعد اعمل كده 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 لحد ما ده يسود. خدتوا بالكم من الحتة السودان دي؟ تمام ونسحب بقى المعادلة لتحت كده اهي. وتعالوا بقى نشوف بقى بالصلاة على النبي كده.
الحج ده 230 جايب ممتاز ازاي؟ هو بيقول لك لو اكبر من 90 ده اكبر من 90. ايه ده هو كلهم ممتازين ولا ايه يا عم ده فيه؟ ايوه كلهم ممتازين ما عدا الاثنين الراسبين. لا ما انا عايز هم... يعني ايه هو كله بقى معلم امال مين اللي هيتضايق؟ خلاص يبقى هننوع في الرقم بتاع المجموع. ايوه هو كله بقى معلم امال مين اللي هيتضرب؟ احنا ممكن نخلي ده ايه كمان ونخلي ده مثلا حاجه 90 حاجه 80 حاجه حاجه 70 كده مثلا. يعني ده مثلا مقبول لان ده 65 هو 65 مقبول واصغر من 70 تمام. طب تمام طب 75 نعم تحط 75 75 دي فين؟ حط 75 هنا مثلا او هنا هنا 75 اهو 75. بص يا معلم اهو 75 اهي 75 ده جيد جيد واقل من جيد جدا يعني 75 واقل من 80 فهو كده جيد صح كده. طب ده 311 اكبر من 90 ده ممتاز ده اكبر من 90 فممتاز. ايه رايك يا رجاله؟ ايه رايكم؟ لا جميله ممتاز. بقول لكم ايه والله العظيم والله العظيم ده اللي بيحصل في الجامعات والكنترول والمدارس وكل حاجه بيشتغلوا على الاكسل لان انا كنت حاضر حاجه زي كده. هي الفكره كلها بس ان احنا نخلي بالنا من المعطيات اللي بنحطها جوه المعادله لان لو في حاجه فيها لخبطه هي دي اللي ممكن تبوظ معانا الدنيا. بصي هي اكيد بصي اسمعيني انا عشان اعمل حاجه زي كده اكيد ضربت معايا كتير قوي يا اسماء اكيد ضربت معايا في حاجات كتير قوي يعني اكيد انا غلطت في حاجات كتير قوي عشان على فكره المحاضره اللي فاتت لما حضرتك اديت لنا حاجات انا حاولت ان انا اطبقها يعني في اوقات كتير خلطت مني وما ظبطتش يعني ما ادتنيش نفس النتائج بالظبط. بصي بصراحه مش هكذب عليكي هو الموضوع مش سهل بسهوله محتاج ممارسه شويه بس بصراحه بيسهل كتير قوي يا اسماء بيسهل كتير قوي قوي. طب يعني انا مثلا لو عندي 1000 طالب في الدفعه يعني ده ما فيش هتتعبي انت هتتعبي لو انت قعدتي تراجعيهم واحده واحده. بصوا بقى يا جماعه هي في معادله انا غير كده ياخد وقت كتير بس جدا يا بنتي جدا لو مثلا قال لك احنا محتاجين النتيجه دي بعد بكره او بكره او معدل الخطا فيها كتير لو انا ما اعتمدتش على حاجه بالشكل دوت معدل خطئي في الحاجات اللي زي دي كتير ودي بتبقى مسؤوليه بالظبط. بصوا بقى انا هقول لكم بقى على معادله كده بصراحه المعادله دي انا يعني المعادله دي مش مشهوره قوي بس المعادله دي اختراع. شفتي احنا قعدنا نكتب اف دي قد ايه؟ يعني بص احنا كتبنا كام اف اهي؟ كتبنا 4 تمام. في بقى معادله بنت لذينه جامد. بصوا انتوا علي بقى تعالوا نشرح الحته دي شويه. يعني بيقول لي ايه ركزوا كده هنا من صفر يعني المفروض دي لو اكبر من 60 يعني المفروض من 60 ركزوا كده من 60 الى 70 المفروض ان هي تكتب مقبول او لا 69 قصدي صح كده تدي مقبول صح كده مقبول صح مش هي المفروض 60 لحد 69 صح عشان لو يساوي 70 هندخل في شريحه تانية اللي هي الجايد لو يا ستي نخليها مثلا 69 و 9 من 10 صح كده عشان من 10 اللي جايه هيبقى 70 صح ولا غلط مظبوط. طب ماشي طب ولو 70 الى 79 و9 من 10 79 و9 من 10 يبقى تدي ايه جيد ده كده جيد. انا هوريك حاجه دلوقتي جامده جدا المفروض بقى ان هي من 80 الى 89 و9 من 10 هتديني جيد جدا جيد جاي 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 فين جيد ثواني جدا اهو ومن فوق ال 90 الى بقى مثلا نخليها مثلا كام الى مثلا 100,000 مثلا 1 2 3 تبقى ممتاز لان مفيش ارقام اعلى من كده يعني فاهمه احنا بنقول ارقام كده خلاص فاهمين قصدي ولا لا يا جماعه مع حضرتك تمام. بصوا بقى بصوا المعادله اللي جايه دي المعادله اللي جايه دي حلوه جدا يا جماعه وحشتكم قوي اسمها لوك اب لوك اب معايا ولا لا معاك بص بيقول لك ايه بيساوي لوك اب بصوا لوك اب فاليو دي حد قرر لوك اب فاليو دي قولي لي كده لوك اب فاليو دي اسمها يعني ايه يعني القيمه اللي انا عايز ادور بيها جدع
اهو ادوس عليها القيمه المجموع، انا عايز اعرف المجموع ده ايه اهو. واروح دايس كوم. تمام تمام. بيقول لي انت عايز تدور عليها فين؟ اقول له انا عايز ادور عليها في المج... في 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 ده في الجدول ده خلاص في الجدول. تمام. ده واروح دايس كوم. بيقول لي انت الريزلت، الريزلت انت عايز انهي ريزلت؟ اقول له الريزلت دي. واروح دايس اوكي انتر. اللهم صل على النبي. بصوا بقى ركزي في اللقطه اللي انا بقولها، ما اعرفش ان اي دي جابها منين. المفروض ان اي دي مش ده رقم 65 برضو؟ وايه اللي جاب كله مقبول مقبول مقبول؟ هو المفروض دي لحظه من 60 ل، طب لو خليناها 69 كده، ودي من 70 ل 79. هو كله جاب لي مقبول مقبول مقبول. طب لحظة عايش عشان انا، لا ما تحركش بقى قدامكم بقى يا جماعة، ما ينفعش كده بقى يعني. ما اهو كده وده ده والريزلت هيبقى ده. الله. حضرتك حضرتك نازل اخد الخليه اللي تحت الجدول كمان اللي هي اقل من 60. لا 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 انا قايل 60 فيما فوق. لا 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 هي مظبوطه كده بس مش عارف ليه ما سمعتش. طب وهل ده مش مش ده؟ مش بقى في الثلاجه انا اللي هي الروت. نعم بتقولي اللي هي اقل من 60 راسب. لا 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 اقل من 60 راسب حضرتك في السلكت معاك من 0 ل 60 يعني من 0 الى 60 او بالظبط كده مثلا 59 يبقى نكتبها راسب. لا لحظه بس انا عايز بس عشان ما تطلعش غلط عشان المعادله دي كانت بنت لذيذ اللي انا كنت عاملها. لوك اب اهي ونروح عاملين كده في المجموع ونروح مدورين في ده في ده. طب ولو ده يطلع ده؟ لا برضو برضو راسب 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 لان ده من 0 ل 60. طب ليه راسب دي؟ انا عايز اعرف دي لوك اب فاليو. ما هي دي لوك اب فيكتور. ما هي دي المفروض ده صح. مش عايز اقول لكم انا وشي جاب الوان مش عارف ليه. اصل دي فعلا انا بعملها كده صح، ما اعرفش ايه اللي غلط فيها. من 90 لممتاز ومن 0 ل 59 المفروض ادور على في ده وده في ده والنتيجة تبقى ده. وربنا تبقى وربنا صح مكتب صح اهو. بص يا جماعة معلش هو انا بصراحة مش هكذب عليكم بس انا ماشي صح والله. انا فعلا ماشي صح يعني ليه ما سمعتش اهي في ده واهو ده. طب ليه مش مسمعة؟ ماشي. طب وليه راسب كله راسب 309؟ 309 دي فين؟ يا اخي حرام عليك يا اخي. يا جماعه انتوا ما تقولوا يا جماعه من الاول عارفين ليه؟ لان الارقام مش زي الارقام. بصوا اقل رقم فيهم 300 و500 فاهمين قصدي ايه؟ مش المفروض تتكتب ممتاز؟ لا هي لا هي اف دي بتيجي. معلش انا مش فاهمه هو الغلط كان هنا في ايه؟ بصوا يا جماعه بصوا بصوا رقم من المجموع اساسا. لا 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 بصي شايفين 289 دي 287 دي المفروض ان هي تطلع ممتاز. المفروض مش عارف ليه دي 60 ل 90. بصوا سيبوا سيبكم معلش انا اسف انا معلش انا حبيت ان انا يعني ابين لكم حاجه كويسه بس في الاخر طلعت مش مظبوطه يعني. انا لا انا هحاول ان انا اشوف لها ايه المشكله دي واعملها. بص حضرتك هي هتطلع مظبوطه بس في حاله واحده لو جيت عند العلوم او الرياضيات كده بالماده مش هتيجي بالمجموع. لا هتيجي بالمجموع صدقني هتيجي بالمجموع بس انا هراجعها الاول برضو عشان الارقام اكبر من اللي احنا اساسا مختارينها. بالظبط هي الارقام ممكن صح صدقني فعلا. لا صح ايوه انت اساسا لو عندها يبقى بالعلوم بالرياضيات دي تتعمل لكن الارقام صغيره فعلا صدقني. ايوه انت عندك 309 انت اساسا مش حاطط 309 مش معرفه. صح 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 انت بتتكلم صح. لوك اب اهي ولو انا دورت هنا في هنا وهنا لا برضو المفروض دي تطلع صح يا جماعه في ايه؟ 33 المفروض لا بص الارقام مظبوطه علشان خاطر القيم
القيم اللي حضرتك حاططها كلها متطبقه في الجدول، يعني اللي اقل من واللي اكبر من، ما هو الارقام جواها جوه المنطقه دي. يبقى لازم تختار ناجح وراسب. انا اقول لك عشان المجموعه، المعادله دي، المعادله اللي انا اتكلمت فيها شويه كده، بس انا بصراحه انا يعني سيبوها الحته دي وانا يعني هرجع لها تاني. تمام مفيش مشكله. بصوا يا جماعه كده احنا عرفنا الاف والفي لوك اب، تمام؟ تعالوا نعمل تمام. ايه رايكم لو احنا دخلنا الفي لوك اب جوه الاف؟ ايه رايكم؟ ازاي؟ بصوا يا جماعه دلوقتي ده راتب الموظف، ممكن نشيل ده كله كده، راتب الموظف تمام اهو. بقول له ايه مثلا؟ هقول له ايه؟ نخلي راتب الموظف ده هنا كده، خلاص. بص بقول له ايه بيساوي اف لو راتب الموظف ده اكبر من 2800 جنيه تمام كده، او اكبر من 3000 جنيه. بص اهو 3000 جنيه، سامعيني كده كويس؟ لو الراتب ده اكبر من 3000 جنيه اذا في لوك اب، خلاص. حد يخش معايا في فاليو لوك اب، هنقول له ايه؟ هنقول له لوك اب فاليو انت عايز تدور بايه؟ اقول له انا عايز ادور بده بالراتب ده. طب خليك دي اللي هي A1 A2 دي، اه ايوه فين؟ هقول له انا عايز ادور عليه في من هنا، من اول الراتب ده لحد اسم الموظف ده. هيقول لي النتيجه ايه؟ انهي رقم عمود؟ اقول له رقم عمود 2. عايز اسم الموظف بالظبط، انا عايز اسم الموظف. طب لو لا اقول لو طب كده اقول له انا عايز النتيجه بالظبط، واروح قافل الكوس. فاهمين يا جماعه انا عملته ده ولا لا؟ فاهمين؟ تمام. بصوا يا جماعه بقول له ايه؟ لو راتب الموظف ده اكبر من 3000 جنيه روح هات لي اسم الموظف. فاهمين قصدي ولا لا؟ ايوه. طب نعيدها من الاول كده، من نكبرها كده شويه. اهو بنقول يساوي اف لو ده لو الراتب ده اكبر من 3000 جنيه اهو، اذا هات لي اسم الموظف. اسم الموظف ده اللي هو في لوك اب. فاهمين قصدي ولا لا؟ ايوه. اقول له انا عايز ادور بالراتب ده فين؟ اقول له انا عايز ادوره في بيانات الموظف من اول الراتب لحد اسم الموظف. انهي عمود؟ اقول له العمود رقم 2. انت عايز انهي نتيجه؟ اقول له النتيجه بالظبط، واروح قافل الكوس. كده انا لسه جوه اف يا جماعه، انا جوه لسه اف اهي. تمام؟ سامعيني ولا تمام. لا؟ طب لو تمام. اقول له مش لاقي او not found. not found. تعالوا شوف انا عملت ايه. مفيش موظف. بصوا هل العمود ده 3000 جنيه؟ ما هو ده 2900 فمش اكبر من 3000، فيقول لي not found. لكن لما اجي اسحب المعادله لتحت كده اهو جاب لي قاسم انس 3400، احمد السيد سمير 3500. طب لو انا حطيت هنا 3 مثلا، تعال نشوف مثلا اي موظف مثلا مرتبه فوق ال 23، 3213 نحطها مثلا هنا. حد فاهم حاجه ولا لا؟ فاهمه مع حضرتك اه، بس يعني هي محتاجه اكتر من مره. تعالوا نعيد الاول تاني. ممكن نعيد المعادله دي تاني؟ فاهمها يا نادي ولا لسه؟ نادي مش معانا. بصوا يا جماعه اهو اسم الموظف اهو، انا بقول له ايه؟ ركزوا في كده في اللي انا بقوله. انا بقول له ايه؟ لو الموظف رقمه اكبر من 3000 جنيه هات لي اسمه. كده الكلام واضح ولا لا؟ ايوه تمام. كده الكلام واضح كده ناديه واسماء صح كده؟ ايوه أي. تمام. بص هنقول ايه؟ اف اهي، اف اهي خلاص. وهنقول له ايه؟ الراتب ده لو الراتب ده اكبر من 3000 جنيه 3000 جنيه اذا دور لي على الراتب ده في اسامي الموظفين. انا افتح الكاميرا لحظه كده يا جماعه اللي هي بص انا بقول له ايه؟ لو الراتب ده اكبر من 3000 جنيه يبقى خلاص دور لي على الراتب. يعني انا اول حاجه بقول له ايه؟ هل الخليه دي اكبر من 3000 جنيه؟ يروح قايل لي اه. طب لو اه
دور لي الراتب اللي موجود ده اي ايا كان بقى، اذا كان 4000 5000 6000 ما هو اكبر من 3000 صح ولا غلط؟ مظبوط تمام. الراتب ده دور لي عليه الراتب ده بتاع اسم موظف مين. تمام طيب. يعني لو اكبر من 3000 جنيه كده الشرط اتحقق كده خلاص كده خلصنا الشرط ده. طب دور لو طب افرض مثلا واحد راتبه 4018 جنيه هيروح جايب لي اسم الموظف اللي بياخد 4018 جنيه، فاهمين ولا لا؟ ايوه فاهمين كده تمام. قفل الكاميرا. تمام تمام. بصوا بقى اهو احنا بنقول له اول شرط ايه، بنقول له لو الراتب ده اكبر من 3000 جنيه خلاص. طب لو الشرط لو الشرط اتحقق بقى اهو بص بيقول لك ايه فاليو اف ترو، يعني لو الشرط اتحقق ترو دي يعني لو الشرط اتحقق تمام هنقول له اعمل لي في لوك اب خلاص كده. مش احنا قلنا الفي لوك اب هنبتدي الاول بالراتب زي اسم الموظف زي رقم الموظف. ايوه هندوس على اللوك اب فاليو دي اللي هي ايه اسماء اللي هي قيمه المرتب اهو هندوس على قيمه المرتب اهي هندوس عليها تاني اهي خلاص. وبعد كده حاملين ايه تاني على اكمل معاك يعني. ايوه كملي قولي. تمام لو قيمه المرتب دي عايزين بقى ندور عليها. ايوه قولي لي في تكنيكال. قولي لي تكنيكال. كوما المعادله هي ايه المعادله المعادله شغاله اهي بعد ما ندور على قيمه المرتب اروح داس كوما. ايوه واروح يقول لي انت عايز تدور عليها فين اقول له دايس عليها ادور عليها في بيانات الموظفين. بيانات الموظفين من اول هندور لحاجة. ايوه اسم الموظف اسم الموظف تمام. وبعد كده اروح دايس كوما تاني اهي بصي المعادله لسه شغاله اهي المعادله هي لسه شغاله اهي اروح دايس ايوه كوما تاني واروح دايس انهي العمود رقم 2 احنا قلنا بالظبط 2 اهو. وبعد كده اروح دايس كوما تاني هقول له يقول لي انت عايز انهي نتيجه اقول له النتيجه اللي هي مظبوطه اهي دوس عليها مرتين اهي ونروح قافلين الكوس. اول ما اقفل الكوس نقلني في اف اهي ده كده الشرط لو اتحقق اول الشرط بيقول لك ايه لو دي اكبر من 3000 جنيه اذا دور لي دور لي بالشرط ده. طب لو ما لقيتش ادوح لازم بقى كوما. طب لو ما لقيتش اكتب ما لقيتش اكتب not found not found not found واقفل الكوس ودوس انتر واسحب المعادله دي لتحت كده تمام. بصي ده اسمه قاسم انس ده واخد بص 3421 اهو لما اجي 3421 اهو اسمه قاسم انس. طب لو انا جيت مثلا حطيت 2036 ده هنا مش هيعمل حاجه فاهمين ليه؟ عشان هو اقل من 3000 بالظبط في القيمه اللي هتدوخ. بصوا يا جماعه ما دام هو اقل من 3000 جنيه هو مش هيشوفه فاهمين؟ بمجرد اول ما هيقرا ال 3000 جنيه يعني اول ما هيلاقي ان الشرط الاولاني حقق ال 3000 جنيه نبتدي بقى ايه نخش بقى نشوف ايه. طب مثلا محمد تحسين بيقبض 3200 طب 3200 ندور على مين اللي بياخدهم ونلاقي محمد تحسين فاهمين قصدي ولا لا؟ حلوه دي حلوه صح ولا ايه؟ طب بص اقول لكم على حاجه تانية احسن واحسن. ايه رايكم لو ندخل معادله احنا دخلنا في لوك اب صح ولا غلط؟ طب ايه رايكم ندخل معادله ايه مثلا تحبوا ندخل معادله ايه؟ معلش بس هو المعادله دي مش عارفه اطبقها عندي. ليه ايه اللي حصل؟ ليه لا قدر الله انا بدوس انتر بيطلع يعني اللي هي رساله غلط. طب ايه رايك مش عندك شير سكرين انا فاتحه من التليفون وبنفذ على اللاب. ده الموضوع كبير. بص يا ستي احنا اول حاجه قلنا ايه لو المعادله اكبر انت ممكن اكيد في فروقات بسيطه يعني نسيتي تدوسي كوما نسيتي تحطي كوتيشن انا اكيد متاكد من حاجه زي كده. تمام طب هعملها تاني واقول لحضرتك. تمام بص يا معلم احنا ممكن نعمل لقطه كده حلوه تعالوا بقى نفتكس كده نفتكس بص اقول لكم على حاجه حلوه قوي. بصوا يا جماعه سامعيني ولا لا؟ مش احنا خدنا امبارح او المعادله المحاضره اللي فاتت سام اف صح؟ حد عملها ولا لا يعني حد نفذها ولا لا؟
حد نفذها ولا لا يا جماعه؟ ولا ما حدش نفذها ولا ايه؟ لا ما نفذتهاش. لا طب ماشي، ايه رايكم لو احنا شلنا اسامي الموظفين دي خالص، شلنا ده كده خالص، وخدنا دولت بصوا يا جماعه، مجموع مجمع المرتبات. بصوا انا هفتح الكاميرا كده لحظه انت عشان بس تشوفوني واقفل على طول. بصوا يا جماعه دلوقتي انا كواحد صاحب شركه سامعين، عايز اعرف مين اكتر فئه من الناس بتاخد مرتبات كبيره، فاهمين؟ يبقى انا هدور بالوظيفه، يعني هتبقى القيمه اللي انا بدور عليها هي الوظيفه بالظبط. هنقفل الكاميرا وهوريكم هي ازاي. خلاص بصوا يا جماعه، طب هقول لكم معلش تبعت الشيتات ديت نشتغل عليها، لان انا بشتغل على ارقام بس ما كتبتش حروف، فالمعادله ممكن تكون عشان كده مش راضيه تشتغل معايا. والله من غير ما تقولي انا بعملها اهو دلوقتي. تمام، جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. حاضر يا ستي اهو سيشن 2. معلش هو الميتنج لما خلص ودخلت تاني النت كان معايا. لا احنا تمام. بصي اهو احنا لسه بنبتدي اهو، والله لسه اهو. بصي احنا، بصي يا ستي، بصي يا رني، في دلوقتي في حاجتين، في او اللي هي اور دي بتقول لك او دي يعني ايه؟ يعني حاجه او حاجه، يعني مثلا اقول له ايه، هل الخليه دي بتساوي محاسب او مهندس؟ فلو لقينا حاجه من الاثنين دولت هيقول لي اه. طب لو قلت له واه، لو قلت له محاسب واداري، لازم الاقي الاثنين في الخليه، فاهمين قصدي ايه؟ تمام ماشي. تعالى بقى نشوف دي. بصوا يا جماعه بنقول اف. طب اقول لك على حاجه، ندوس اور الاول. اور اهي، بص بيساوي اور اهي، بقول له ايه، هل الخليه دي بتساوي كلمه محاسب؟ طبعا احنا اي كلمه يا جماعه بتتكتب ما بين كوتيشن، محاسب. وهل الخليه دي بتساوي كلمه مهندس؟ قال لي ترو. طب لو نزلت تحت كده شويه، فولس، ترو، فولس، 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 فاهمين يعني ايه يا جماعه؟ بص بقول له ايه، اور دي بيقول لك ايه، هل الخليه دي بتساوي كلمه محاسب او مهندس؟ لازم الشرطين يتحققوا مع بعض. لا شرط منهم على الاقل يا احمد، شرط منهم على الاقل، مش شرطين. اور شرط واحد على الاقل، فاهم ولا لا؟ فاهمين يا جماعه ولا لا يا جماعه؟ ايوه شرط واحد يعني يا ده يا ده، انما لو اند بالظبط صح كده صح، الاثنين مع بعض. فهو بصي، فهو قال لي ترو لما لقى كلمه محاسب، محاسب من ضمن الخيارين. ايوه قال لي فولس لما لقاش كلمه محاسب، لقى كلمه اداري صح. طب لو انا كتبت كده، كتبت اند، هيطلع لي فولس كله جدع، فولس في كله، فاهمين قصدي يا جماعه؟ تمام. ايوه دلوقتي الو. ايوه مع حضرتك. بص بقى هي دي هتبقى ان شاء الله اخر معادله عشان ايه نبتدي نقفل بقى. بص يا جماعه معلش حضرتك سؤال بس. الو ايوه مع حضرتك. قول لي بقى كده، هو حضرتك بس اند دي احنا حطيناها ليه؟ ليه ايه؟ اند اللي احنا حطيناها. اند دي فين؟ اللي احنا حطيناها قبل اور عشان اند. بص يا عبد الرحمن ايوه اند دي بتتكتب لو انت عايز شرطين يتحققوا. طب انا عايز ايه؟ لو انت عايز شرطين يتحققوا. اه هو دي مش عارف اللي تعب يعني. هو في صوت عالي بيحصل جامد قوي. ماشي بصوا يا جماعه، بصوا
عارفين دي يا جماعه نعملها زي مثلا، بصوا عارفه زي ايه مثلا؟ شايفين شايفين المثال ده؟ فاكرين المثال ده يا جماعه؟ تمام. المثال ده لما اقوله ايه؟ لما اقوله لما تلاقي اور، بصوا كده، بصوا كده الكلمه دي، لما تلاقي اهي ده اور اند، هي اند اند، لما تلاقي كلمه دي راس بتساوي راسب، ونخش في اللوجيك الثاني ده اقول له برضو دي بتساوي كلمه راسب. هيقول دي هيطلعها فولس عشان هو امتياز. لا راسب الاثنين اهو، دي راسب ودي راسب، طلعها لي ترو. دي راسب ودي راسب، طلعها لي ترو. دي تمام يا جماعه، فاهمين قصدي ايه؟ ايوه تمام. ان لازم يكون شرطين، عارفين زي ايه مثلا؟ بص دي بتتحقق في حاجه اللي هي ايه، اللي هو ايه، لما يكون واحد، عارفين، بص لما يكون واحد ساكن في القاهره وجايب 99%، فده يخش ايه؟ ده يخش كليه طب القصر العيني، فاهمين قصدي ايه؟ لما يكون واحد ساكن في سوهاج بس جايب مثلا 90%، فده يخش مثلا ايه، كليه علوم، كليه سوهاج، فاهمين قصدي ايه؟ اللي هي حاجتين بتتربط ببعض. مع حضرتك. تمام. يعني لازم الشرطين يكونوا متنفذين، الشرطين اللي انا حددتهم يكونوا متنفذين. تمام، هنقفل بقى الكاميرا كده. بصوا بقى دي اخر حاجه بقى عشان ايه نقفل على طول. بصوا يا جماعه انتوا معايا كده كويس؟ تمام. كانت بتقول اللي هي كانت بتستخدم، اللي هي كانت عايزه الاكسل شيت، كانت بتقول لي ابعت لي الاكسل شيت على الواتساب. انا بعته على انا فاطمه صح؟ انا بعته انا واشتغلت معايا. تمام. ان هي اللي فتح معايا النقطه دي، خليكي معايا في النقطه دي بعد اذنك. تمام حاضر. احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا لو اور حاجه من الـ من الـ اللي هو شرط من الشروط تتحقق، يعني ده محاسب او مهندس، خلاص كده فاطمه؟ طب ماشي. بصوا يا جماعه انتوا معايا كلكم، معايا مع حضرتك. بصوا يا جماعه كلكم، اللقطه اللي جايه دي هتبقى جامده جدا. هندوس يساوي، هنقول اف. بصوا يا جماعه ركزوا في اللقطه اللي انا جاي دي، اللقطه دي انا هدخل فيها اكتر من كذا معادله، فبالله عليكم ركزوا. فاطمه، اسماء، ناديه، خليكم بس مركزين معايا بالله عليكم. حاضر يا احمد، انت كده كده معايا، كده كده انت معايا في اي حاجه يعني، خلاص. ماشي. اللوجيك تيست بيقول لي ايه؟ بقول له، اقول له اور، اللي هو بيقول لي الشرط، انت عايز الشرط ايه؟ اقول له اور. كده احنا دخلنا جوه معادله اور، خلاص. بيقول لي اللوجيكال 1، بقول له هل الخليه دي بتساوي كلمه محاسب، وبعد كده اروح لاس كومه ثانيه. هل يعني اللوجيك الثاني، قال هقول له ثاني برضه، هل الخليه دي بتساوي كلمة مهندس؟ بعد كده اخش على اللوجيك الثالث، ما يقول كذا لوجيك اهي. لوجيك 1 الخلية دي بتساوي محاسب، لوجيك 2 هل الخلية دي بتساوي مهندس، لوجيك 3 هل الخلية دي اللي هي A2 بتساوي كلمة مبرمج، وبعد كده اروح قافل القوس. بصوا يا جماعه بعد ما اقفل القوس ايه اللي هيحصل؟ كده كده اهو، برضو كده انا لسه في اللوجيك بتاع بنقفل القوستين بتاع اف، لسه في اثنين، خلاص اثنين بنقفل القوستين. لا لا احنا كده، بصي يا نادي، احنا كده يا جماعه احنا كده لسه في اول شرط في قاعده اف، خلاص. بعد كده اروح دايس كوما، بيقول له ايه؟ بقول له لو انت لقيت الخليه دي بتساوي كلمه محاسب او مبرمج او مهندس، اذا سم اف اجمع لي مجموعهم كلهم. الرينج ده يبقى فين؟ احنا قلنا المدى ده هنقول له بيانات الموظفين، المدى اهو ده المدى. الكرايتيريا هنرجع تاني لورا، هنقول له الكرايتيريا اهي اللي هي اسمها A2. السام رينج انا عايز اجمع كل مرتبات اللي هي دي،
وروح قافل القوس كده. بقول له ايه؟ لو لقيت كلمة محاسب او مهندس او مبرمج في الخلية دي اجمع لي المجموع بتاعهم كلهم، بتاع المحاسب والمبرمج والمهندس. خلاص ده كده عملتها. طب لو لأ قول لي نطفة نقفل القوس، نسحب كده سحبة كده طويلة كده، نقفل بقى الكاميرا. ايه اللي حصل بقى؟ حد يشرح لي ايه اللي حصل يا جماعة؟ انا طلبت منه ان انا عايزة المحاسبين كلهم والمبرمجين والمهندسين بالظبط. يعني الاداري دي جايه لي زيرو نوت فاوند، المهندس والقاضي القانوني والاذن ده او اذن ده نوت فاوند، صح ولا غلط؟ ماشي. طب نيجي بقى للمحاسب، المحاسب ده جايب لي 12000، يعني مجموع مرتبات المحاسبين كلهم 12665. تعالي بص كده الفلتر كده، عايزين بس الفلتر، انا عايز اطلع هنقفل دي كده وندوس كلمة فلتر اهو، فلتر المحاسب اهو، نجيب المحاسب كده. المحاسب مرتبه كام؟ 12665 اهو، 12665. المهندس الفين ربعمية ستة وستين. المبرمج 6634. حد فاهم حاجة؟ فاهمين مع حضرتك. بصوا انا والله يعني انا طلعت عيني والله. بصوا المعادلة قد ايه يا جماعة؟ المعادلة طويلة قوي على فكرة. ايوه مع حضرتك. المعادلة طويلة جدا. بصوا انا اسجلها لكم كده، اعمل لكم سيف كده عليها وابعتها لكم على الواتساب، عشان بصراحة انا عايزكم تستفيدوا شوية، يعني تقدروا حتى انا بعتها لكم على الواتساب اهو يا جماعه، واقفل الستوب شير بس. انا كده خلصت النهارده في لوك اب اف. وبصراحه يعني انا كده يعني قلت لكم على اهم معادلتين تقدروا تشتغل عليها بجد بجد، هتفرق معاكم في حياتكم كتير قوي. ايه رايكم؟ لا كويسين فعلا، يعني يسهلوا الشغل على صدقوني والله. المعادلات بتبقى في الاول رخمه شويه بس بعد كده تبقى متعه. بس كده انا حبيت بس ان انا اشرح لكم كل حاجه، وحبيت ان انا يعني اتفضل من اللي عايز اتكلم. طيب لا بقول لحضرتك بس جزاك الله خيرا على الشرح وعلى كتاب حضرتك معانا. ربنا يخليك يا جماعه. شكرا جدا فاطمه، شكرا جدا لكم يا جماعه. ولو حد عايز اي حاجه في اي حاجه في الاكسل ابعتوا لي على طول، انا تحت امرك. ماشي يا جماعه. حضرتك بس سؤال، جزاك الله خيرا. قولي اتفضل. حضرتك بس سؤال بس، هو انا دلوقتي حضرت اللي بتاع قاعده اف وار واند دي، عشان انا بس النت لسه شحنه عشان كان قطع عندنا، هو كفتنا حاجات كتير. تاني كده قولي كده تاني معلش. هو انا حضرت قاعده اف دي والاور والاند، تمام؟ هم دول اللي حضرتهم عشان النت كان عندنا قطع ولسه شحنه، يعني وفاتنا حاجات كده كتير. بص احنا الفكره اللي انا شرحته دلوقتي، انا كده هرفع الفيديو قريب. الفكره اللي انا عملته ان انا دخلت كذا معادله في معادله، فاهم قصدي يا عبد؟ انا فهمت ليه يا حضرتك. بص الفكره ان انت تعرف، انا بقول لك المعادلات منفصله، كل معادله اور لوحدها واند لوحدها وكل حاجه لوحدها. الفكره بقى انك يعني تشبك كل ده مع بعضه، فاهم؟ لان الفكره خد بالك يا عبد الرحمن، على فكره صح يا ناديه وفاطمه واسماء ويحيى، في حاجات معقده بتقابلها في الشغل، يعني في حاجات معقده، فاهم قصدي؟ ان مثلا ممكن تقابل مثلا شويه حاجات غريبه، يعني مثلا يقول لك ايه، لازم يكون واحد عشان يطلع يبقى مدير لازم يكون، ركز في اللي انا بقوله، لازم يكون محقق في التارجت بتاعه 90% ويكون في اخر 6 شهور جايب المتوسط بتاع البيع بتاعه فوق 90%، ويكون في الاختبارات المعينه يكون جايب كذا. كل ده اند يا جماعه، فاهمين قصدي؟ كل ده اند. صح. ما هو كل ده يعني لما يجي مثلا مدير ويقول لك مثلا ايه،
انت عندك 1000 موظف، فاحنا عايزين من ال1000 موظف دول 5 مديرين يمسكوا 5 مناطق، فاهمين قصدي؟ اه ما حدش هيقول لك الخمس مديرين دولت على ايه. اكيد لازم يقول لك ان الخمس مديرين دولت يكون بمواصفات معينه، ان انت بقى تحول تعمل تترجم المواصفات دي على الاكسل، هو ده اللي انا بحكيه لك. تترجمه ازاي؟ يقول لك لازم يكون جايب 90% في المبيعات بتاعته، اخر 6 شهور يكون جايب مثلا 90% في التوتال بتاعه، السكور بتاعه مثلا في التيست يكون جايب 90%. فانت ازاي هتعملها دي؟ هي دي في قاعده اف وان، فاهمين قصدي؟ في حاجه بتبقى معقده جدا بتقابلها. انا بعت لكم الاكسل شيت على الواتساب، اقعدوا جربوا، اقعدوا شوفوا. الفيديو هرفعه ان شاء الله النهارده بكره ان شاء الله على اليوتيوب، هبعت لكم اللينك بتاع المحاضره الثانيه، تقدروا تخشوا وتشوفوا الحاجه كلها وتراجعوا كل حاجه. ولو في حاجه واقفه عندكم يا جماعه كلموني، انا تحت امركم في اي وقت. شكرا جدا لحضرتك واسفين على التعب حضرتك معانا بقى، وانا بصراحه بحب جدا منك تحت امركم. انا حضرت مع حضرتك كورس، ان انا ما كنتش اعرف اي حاجه في الاكسل، وانت حضرتنا اعرف اعمل عليها حاجه كتير. خليك والله. وعلى فكره معادله لوك اب يا جماعه، لوك اب اللي انا بحكي لكم عليها دي، اللي انا قلت لكم وغلطت فيها دي، هوريها لكم، هبعت لكم اللينك بتاعها هتشوفوها. لوك اب دي هتسهل عليكم شغل كتير قوي. بس كده يا جماعه شكرا جدا ليكم، وانا شكرا جدا والله ان انا يعني معاكم كده، وان شاء الله ان شاء الله اقابلكم بقى المحاضره الجايه. ماشي يا حسن، شكرا جدا. شكرا جدا لحضرتك، شكرا على حضرتك. شكرا جدا لكم، شكرا جدا لكم. مع السلامه. مع السلامه. Thank you.